حرصت الأسر البحرينية على تقديم التهاني ومعايدة الأهل والأقارب بعيد الفطر السعيد عبر برامج التواصل الاجتماعي من خلال استخدام تقنية الاتصالات المرئية، وذلك التزاما بمبدأ التباعد الاجتماعي. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. حلاوة العيد وأجوائه العائلية المتميزة لم يسلبها مبدأ التباعد الاجتماعي، بل تواصلت بالحب من خلال الاتصالات المرئية وتبادل الأحاديث الشيقة بين الكبار والحرص على إرسال العيدية للصغار في الوقت ذاته. عادة الأعياد تكون فيها تجمعات ولمة بين الأهل، ولكن هالعيد لله الحمد الله كتب أن احنا نعيد سلام وأمن بصحة، اللهم لك الحمد، ولكن في البيت قاعدين وما نقدر نجتمع مع أهلنا وقاربنا، بس الحمد لله الحين في التطور الإلكتروني طبعا نقدر نتواصل معهم عن طريق الإنترنت ونشوفهم. الوضع مختلف في رمضان هالسنة، العيد طبعا مشابه له، فبتختصر يعني أمورنا يعني كلها احترازية، يا أما بالتواصل الاجتماعي أو عن طريق مجموعات الواتساب أو حتى برامج الاتصال المرئي. من فرح صبي فرح نبي، انطلاقا من هذه المقولة احتفلت الأسرة البحرينية بالعيد على طريقتها الخاصة، فكانت العيدية عبر التطبيقات الإلكترونية سيدة الموقف، ليستلمها الأطفال نقدا وهم في منازلهم من ذويهم. فهذه الفكرة المبتكرة أطلقها أولياء الأمور لإسعاد أطفالهم والحفاظ على فكرة العيادي التي يتميز بها المجتمع البحريني. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. أحاديث مشوقة انطلقت عبر الاتصال المرئي لتؤكد حرص المجتمع البحريني على إحياء أجواء العيد بالرغم من التباعد الاجتماعي. عيدكم مبارك، عساكم من العايدين السعيدين. العام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. حنين واشتياق وتواصل لافت بين الأجداد والأحفاد. باوي وما شلونكم، عيدكم مبارك. هلا يما، عيدكم مبارك، عساكم من العايدين السعيدين. التجمعات العائلية الكبيرة وأجوائها المتميزة المليئة بالحب والمودة نعيش أجواءها عبر الاتصالات المرئية التي يتبادلها أبناء المجتمع مع أبنائهم وأحفادهم وأحبائهم. نتباعد لنجتمع شعار حملته الأسرة البحرينية على عاتقها، فاتخذت خيار أدوات التواصل الاجتماعي لمعايدة أحبائهم، ورسمت البسمة على شفاه أطفالها بالعيدية عبر التطبيقات الإلكترونية. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.